guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم عاجبني اخذكم وياي واشوفكم شلون راح انقل بشرتي من هاي الحاله الى حاله احسن. طبعا اني قضيت اليوم كله بالمسبح. سوي تقلب سارة. This one is good. وهسه وجهي تقريبا عبارة عن مي مال مسبح وشمس، مي مسبح وشمس واسبيف، مي مسبح وشمس. لحد هسه ما غاسلة وجهي طول اليوم، كنت دا اسبح. اي ثينك يعني رحت للبول تقريبا 6 اورز اني بالبول، فتخيلوا الوضع مال بشرة شنو والنشفان اللي بيها شنو. طبعا كلش تونست لان صار لي كلش هواية مسابحة يعني بمسبح لهيجي فترة، يعني دائما كل ما اروح مسبح I'm here to dance. الحالة مو طبيعية تشوفون. لا وشعري مو بس بشرتي، شعري هم. Do I regret it؟ بصراحة I don't regret it لأن أنا هيجي أحب، أنا أحب أسبح، أحب أقضي يومي برا الصبح وهيجي يعني I feel refreshed. Guys ignore الشعر رجاء. شنو داريد أقول؟ Guys والله الدنيا كلش لير ودا أنسى ايش داريد أقول. أول شيء أروح أسبح، وجهي يتبخر بالحمام وأرجع لكم. ليش؟ أنا متوقفة كمان. جايز هسه خلصت سبح بس اني بعدني ما غاسله وجهي ولا حتى منشفته، لان اني بالخاولي احاول انشف بس جسمي وشعري بهذا الخاولي، وجهي اخليه بس بخاولي واحد اللي اني دائما استخدمه على وجهي. فاول شيء راح اغسل وجهي وراح استخدم هذا الواش من اورجنز واسمه تشيكس اند بالانسز، هو هذا الواش اللي راح استخدمه. واني استخدم هاي طبعا اشتريتها من وال جرين اتصور، اتس لايك بلاستيك thing a rubbery thing. اخليها جوا المي الحار تقريبا I don't know 1 minute وراها احط فيس واش عليها واستخدمها. هاي تقريبا بللتها بالمي الدافي الحار كلش actually، واحط شويه فيس واش، ما احط هواي اذا تشوفون بس هالقد احط، واحاول شويه بعد ابلل بشرتي بالمي الحار. بللت بشرتي بعد وهسه احط الفيس واش اوزع على وجهي بهالطريقه. تشوفون الكميه ايش قد قليله بس تغطي كل الوجه. وطبعا لازم تحطون مي على هاي كل شويه. طبعا ايش قد صارت وسخه تشوفون، كانت ابيض تشوفون عبالك صارت بيج. خلي اروح اوخر هذا. اوكي جايز هسه انغسل وجهي. باعوا هاي اول غسله بالفيس واش. انا احاول اغسله مرتين بصراحه، خاصه من اعرف انه كانت عليها برودكتس باقيه لمده طويله، فالمره الثانيه ما اسوي سكراب قوي، لا كلش سكراب قليل، هم احط نفس الكميه وبايدي اسوي السكراب على كيفي. المهم هسه تاكدنا ان وجهي نظيف ورا ما غسلناه مرتين بالفيس واش. هسه اريد اسوي سكراب لان عندي كوما ديد سكن، واكيد نشفت هاي الديد سكن بعد اكثر. وجايز ديش المره من رحت اللاش ويا اختي اشتريت مقشرين، اشتريت هذا المقشر اللي هو اوشن سولت، هذا المقشر اسبوعي او مثلا كل 3 ايام كل 4 واحد يستخدمه، واشتريت هذا انجلز اون بير سكن، هذا استخدمه كل يوم لان كلش ناعم المقشر وما يقشر يعني بطريقه قويه. وصار لي تقريبا ما ادري يمكن نقدر نقول شهر استخدمه، وتقريبا نص العلبه خلصت لان استخدمه يوميا. هذا ذيك المره خلصت العلبه القديمه اللي عندي، وهذا بعدني ما مستخدمته بس باع اللون وريحته كلش طيبه لان سي سولت بس هم مسميه اوشن سولت. فهذا شويه مسي فرح استخدمه هنا. أول شيء أرطب بشرتي،
هاخذ شويه من السي سولت. طبعا هو كلش مو قوي يعني، اذا تشوفون بسرعه تسوي له ميكس، فاني راح اسوي له ميكس. القبل هذا اللي كان عندي شويه اثخن، هذا شويه اخف. اللاش برودكتس هم اورجانيك، وكل البرودكتس مالتهم واحد يختلف عن الثاني، فاني من اشتري هاي العلبه مو معناها العلبه اللي يمها تقريبا نفس التخن، الا اذا كانوا من سيم الباتش. فالبرودكتس مالتهم كلش طبيعيه وما بها اشياء كيميكالز وتؤذي البشره، فخلي استخدم هذا لان اتس جود، خلي استخدمه. واو جايز، لونه ازرق، وتقدرون تحسون انه بالتكستشر، اذا تشوفون التكستشر مالته قد قوي لان يقشر الجلد الميت، فخلي اقشر بشرتي وارجع لكم لان اتس تو ميسي ويحرق لانه اتس سي سولت، اوشن سولت. خلي اروح اغسل. طال الوجه تغير لونه. واو. هسه اني مثلا خلصت تنظيف بشرتي، تشوفون انه بشره نظفت، خلصت كل شيء من التنظيف، هسه ابلش بترطيب بشرتي. اول شيء راح استخدمه هو التونر. التونر اللي راح استخدمه من لانكوم باد زايروني. كلش احب ريحته، سو كلين. بس اشوفكم ايش قد نظيفه بالقطنه، تشوفون نو nothing لان صدق تنظفت البشره. يعني هسه انا اتاكد 100% انه ماكو لا قطره وسخ لا قطره مكياج ولا اي شيء على وجهي. راح احط فيتامين سي سيروم. السيروم طبعا هيك احطه على وجهي، انتظر شويه وراها احط المرطب. طبعا هسه محطوط الفيتامين سي سيروم، انتظر شويه تمتص بشرتي وراها راح احط هذا المويسترايزر من اورجنز. طبعا مستخدمته قبل وياكم، وبصراحه كل ما يخلص استخدمه. هاي الصور رابع خامس علبه لي، ما احب اعوفه لان صدق يرطب بشرتي، وبي اي اتش اي تساعد انه تتبدل البشره، يساعد انه الجلد الميت يروح وتطلع بشره جديده. وخاصه اني احتاج هذا الشيء لان مثل ما تشوفون عندي تصبغات بعد ببشرتي. وصحيح سويت الفورو فيشل، بس الفورو فيشل لازم اسويه 3 مرات، اني سويته مره واحده وتانينج تانينج 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 شمس. الفورو فيشل لازم ماكو تعرض للشمس كل شويه، فاني قلت من ابطل اروح مسابح ومن ابطل انه اقضي وقت برا على الشمس لفتره طويله ارجع اسوي فورو فيشل ولو مره او مرتين اشوف، لان اني من اول مره فادني وشفت فرق. anyway هذا هو النايت كريم اللي استخدمه، هذا بس بالليل لازم استخدمه، ما اقدر استخدمه الصبح. don't ask me why لان ما اعرف شنو من الانجريدينتس اللي تأدي الصبح. طبعا راح اذهب بيت الخولي كل شويه ينزل، بس انا تقريبا خلصت. هسه حطيت المرطب على بشرتي وهاي اتركه، طبعا المرطب اخر شيء اخليه، ما اخليه فوقه اي شيء ثاني. هسه استخدم الاي كريم، هم استخدمه من اورجنز، وهاي اصور ثاني علبه لي اللي هو ترانسكريبشن من اورجنز. هذا الترانسكريبشن هم استخدمته قبل وياكم لحد هسه استخدمه. واخر شيء اسويهم هو احط مرطب مال شفايف، هذا كارماكس، واحط زيت الخروع على رموشي وحواجبي، هذا كاسترول اويل. كلش دا اشوف مفعول عليه، خاصة بالرموش، مو طبيعي بالرموش. اوكي جايز، ذاتس ات، خلصت كل شيء على وجهي. تشوفون شلون هسه ديلمع باو وماكو هايلايت. انتظر بشرتي تمتص كل البرودكتس، واقعد لي باكر الصبح تكون بشرتي مترطبه. وطبعا اني استخدم مرطبات الصبح هم. سو ذاتس ات جايز، هذا الاشياء اللي استخدمها على وجهي. وصلوا جايز، اريد منكم ريكومنديشن شنو التونرز اللي تستخدموهم، يعني ماتي التونر بعد شويه ويخلص ما بقى شيء عليه، واريد تونر يفيد للحبوب وسنسيتيف سكن، لان انا بصراحه عندي حبوب تطلع بسرعه وماي سكن سو سنسيتيف. فاللي مجرب تونرز ويحبهم كتبوا لي اياهم بالكومنت سكشن، لان انا شويه بشرتي حساسه مثل ما تشوفون، يعني مو بشره صافيه صافيه صافيه، دا احاول اسويها
صافي دا احاول ودا اعالج وحسب صراحه تجيني فترات بشرتي ما بيها اي شيء، تجيني فترات بشرتي ابد مو زينه، فحسب. وذات سيت جايز، اللي عنده اي اسئله اي تعاليق كتبوا ليها بالكومنت سكشن جوا، واللي بعد ما مسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب، واحبكم كل هوايه واشوفكم على المره الجايه. I think it's too high here.